السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، أكون مع حضراتكم بفضل الله في دبلومة جديدة، هتكون بسيطة بعيدة عن التصميم. دبلومة لفهم محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه في جمهورية مصر العربية. وطبعا لو في بعض المطاحات متاحة بأدائنا، كان في وقت أسعفنا هنشتغل برضو محطات خارج جمهورية مصر العربية. الهدف من الدبلومة دي مجموعة فيديوهات، تبقى كل فيديو من 10 دقائق لربع ساعة تقريبا. كل فيديو هيكون متخصص في محطة معينة. المحطة دي ممكن تبقى محطة معالجة صرف صحي، معالجة أو تنقية مية، معالجة ثنائية، معالجة ثلاثية، ممكن تبقى محطة تحلية. هنتكلم في كل فيديو عن المحطة ونظام المعالجة المستخدم فيها والمساحة بتاع المحطة قد إيه والطاقة الاستيعابية للمحطة أو الطاقة التصميمية لإنتاج المية قد إيه لو محطات تنقية مية شرب. الدبلومة هيبقى فيها بفضل الله عدد من الفيديوهات في معظم محافظات جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية بفضل الله، وهنبدأ نروح برضو في محطات تنقية ومحطات معالجة في أوروبا وفي أمريكا، ونبدأ نشوف الفرق بين الأنظمة المستخدمة جوه الجمهورية وخارج الجمهورية وفي أوروبا وفي أمريكا. أنا شايفها دبلومة، أنا واحد من الناس محتاجها جدا وبتفرق معايا في التصميم واوفر اول كده. وانت داخل اي مشروع بنتكلم عن الانظمه المستخدمه، هنتكلم نظام كونفنشنال، نظام اكستندد، انظمه تنقيه زي الدايناساند، هنشوف في محطات شغاله والمحطه جواها ممكن يبقى كذا نظام. فانا شايف الدبلومه دي بفضل الله هتبقى دبلومه مهمه جدا، انا اول واحد هستفاد بيها، وان كنت هقدمها بفضل الله هستفاد وهزيد كم معلومات فيها وانا بقدمها. اتمنى اكون برضو هفيدك في الدبلومة دي ولو بقدر بسيط. هبدأ مع حضراتكم علشان ما اطولش الفيديو اللي معانا النهاردة. هنتكلم عن محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة. في مدينة بني سويف الجديدة، هنا بني سويف القديمة، بنتكلم في الجزء ده شرق بني سويف، دي بني سويف الجديدة. بنبدأ ندخل بنلاقي محطة وبنلاقي هنا حاجة زي برك أكسدة. خلينا في المحطة على جوجل. طبعا الدبلومة دي بتبقى مفيدة وهتبقى مفيدة وحلوة لمجموعة من رقم واحد الدارسين، حد بيعمل دراسة ماجستير دكتوراه ما بعد دكتوراه على محطة تنقية أو محطة معالجة، فعايز يعرف المحطة دي مكونة أصلا من إيه قبل ما يعمل زيارة، عايز ياخد أوفر أول بس كده عليها في الفيديوهات دي. يخش هل يشوف المحطة اللي عايزها موجودة في السلسلة اللي بفضل الله هتبقى سلسلة طويلة فيها مجموعة كبيرة من المحطات، هل بتغطيها، أو عايز يشوف نظام مستخدم، فعايز يشوف النظام المستخدم، هل في محطات داخل الجمهورية او خارج الجمهورية نفذت النظام ده. فبفضل الله في العنوان بتاع الفيديو هيبقى فيه اسم المحطة والطاقة الاستيعابية ونظام المعالجة المستخدم، الثلاث حاجات دول هيبقوا بفضل الله موجودين في التايتل بحيث اللي بيبحث بعد كده يلاقي الكلام ده. طيب المحطة اللي معانا دي هي محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة. المشروع بيتكون من 4 مراحل، ومفيد قوي تبقى تخش المحطة وتبدأ تاخد جولة في المحطة وتلف فيها كده زي ما احنا هنعمل دلوقتي. المحطة مكونة من 4 مراحل، بطاقة استيعابية تستوعب كم من الصرف الصحي في مدينة بني سويف الجديدة، حوالي 52,000 متر مكعب يوميا، 52,000 متر مكعب يوميا. المحطة دي مقسمة إلى 4 مراحل، عندنا ادي المرحلة الأولى، ادي المرحلة الثانية، ادي المرحلة الثالثة، ادي المرحلة الرابعة. هنتكلم بالتفصيل عن كل مرحلة. طيب 52,000 يعني كل مرحلة 13,000 متر مكعب يوميا، 13,000 متر مكعب يوميا.
طيب عندنا المرحلة الأولى والثانية، آدي المرحلة الأولى والثانية. طبعا المدخل هنعرف بالتفصيل، المدخل عندنا آدي المدخل والمصافي، طبعا مش مدخل البوابة، دي البوابة بتاع المحطة، آدي الطريق الرئيسي الوحيد اللي جاي من المحطة من مدينة بني سويف الجديدة، آدي الطريق داخل على المحطة، يهمني التفاصيل بتاع كل محطة، آدي الطريق دخل. طبعا هنا المباني الإدارية، هنا تقريبا ادي تقريبا يعني المباني الاداريه، يبقى فيها بقى المسجد، هنا غرفه الحارس حتى اللي بيعمل تصميم المحطه، ادي المبنى، ادي المدخل، ادي غرفه الحارس، على ما اعتقد ده المسجد، او طبعا القائمين هيبقوا عارفين ده ايه بالظبط. مجموعه من المنشآت فيها المعمل وفيها المبنى الاداري وفيها مباني الكهرباء، مباني الكهرباء برضو بتبقى على الطريق، ادي الطريق الرئيسي بتبقى على سور المحطه من بره، تمام، ادي المباني بتاع الكهرباء. فدي المباني الاداريه مش وحدات معالجه، دي المباني الاداريه، المسجد، المعمل، المباني الكهرباء، غرفه الحارس. تعال بقى في الحته بتاع المحطه، المايه بتبدا تدخل في المحطه اهو عن طريق مدخل، لو انت ملاحظ كده ادي المدخل، تمام كده، واخد شكل ريكتانجلر سيكشن، ادي الماسوره طالعه من فوق، هي لو تلاحظها ليها ظل تحت، ادي الماسوره. بعد كده بتدخل الى السكرين، ثلاثه سكرين، بعد كده البارشال فلوم، بعد كده الابروش سوري، بعد كده الجريت ريموفال تشيمبر، ثلاثه اهم. يبقى في دخل الآلية أو المراحل بالترتيب أهي، ديكسلريشن الكويتنج تشيمبر، غرفة التهدئة، بعد كده الأبروش تشانل، المجرى البسيط، بعد كده السكرين، ثلاثة سكرين، بعد كده بارشال فلوم اللي بيقيس التصرف، بعد كده جريت ريموفال تشيمبر، ثلاثة، بعد كده ماشي في الأبروش تشانل، ماشي بعد كده إلى الديستريبيوشن تشيمبر، غرفة توزيع إلى أربع مواسير. أدي لو ملاحظ، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، عشان هم أربع مراحل، كل ماسورة بتروح لمرحلة. الماسورة الأولى والتانية هينزلوا هيخشوا على أول مرحلة، أول وتاني مرحلة أهم. قال لك المرحلة الأولى والتانية تم تصميمهم طاقتهم كام؟ 26,000 متر مكعب، يعني كل مرحلة منهم 13,000. تم تصميمهم بالنظام الكونفنشنال، المعالجة التقليدية، تمام، بالنظام الكونفنشنال اللي هي المعالجة التقليدية، تمام. الكونفنشنال سيستم، فرصة نتعرف على الكونفنشنال سيستم، قال لك نظام المعالجة التقليدية ببساطة ريتيرن اكتيفيتي سلاج، بيتكون من احواض ترسيب ابتدائية، احواض تهوية، احواض ترسيب نهائية، تمام، احواض ترسيب ابتدائية، تهوية، احواض ترسيب نهائية، تمام كده. طيب مش هنتكلم على الثالثة والرابعة دلوقتي، طب خلينا ماشيين مع الأولى والثانية. أدي الأولى طبعًا هنا يعني الحوض فاضي. معايا كده؟ أدي أدي طبعًا هنتكلم عن أي واحدة فيهم، وليكن تعالى أدي الأولى، أدي الثانية، هي هي، أدي حوض ترسيب ابتدائي، تمام؟ ولو تلاحظ هنا بالنظام الكونفنشنال، طيب بتكون من حوض ترسيب ابتدائي، بعدين حوض تهوية، بعد كده حوض ترسيب نهائي، والمرحلتين دول سواء ابتدائي تهوية نهائي، ادي الاولى وادي الثانية، بيخدمهم خزان التلامس بالكلور، خزان واحد اهو، خزان تلامس واحد بالكلور، تمام. بالاضافة طب خلينا بعيدا عن معالجة الحمى، طيب المية بتبدأ تدخل، ادي الماسورة بتبدأ تدخل من تحت، طبعا ده السكريبر العلوي، تبدأ المية تخش من تحت، بتبدأ تطلع في هدار، بتمشي في التشانل هنا الاولى والثانية، بتبدأ تمشي في التشانل، تطلع من ترسيب المية، بتطلع من الترسيب الابتدائي هنا أو هنا، تخش على التهوية. لو مسكنا مثلا المسار اللي فوق ده، أدي المية خرجت من الترسيب الابتدائي، دخلت إلى حوض التهوية، تمام كده، تهوية سطحية، تحس في غليان هنا أهو، تهوية سطحية، غليان في نقطة معينة ونقطة لأ، بعد كده تخرج بماسورة إلى حوض الترسيب النهائي. الترسيب النهائي في المرحلة الأولى والترسيب النهائي في المرحلة الثانية بيجمعوا فيه حوض اسمه حوض التلامس اللي بيضيف فيه الكلور، تمام كده. طيب بعد كده الحمأة،
ده خرجت للكلور كده، الميه هتخرج تريتد بقى، ادي البامب ستيشن بتاع التريتد ووتر، ميه المعالجه ثنائيا. ثنائيا بقى هرمي على مصرف او بطلع زي ما موجود في المحطه 12000 متر مكعب تقريبا، بيروحوا تحت هنا جنوب المحطه الى بركة تعالج معالجه ثلاثيه. تمام. طيب ده مسار الميه. طب مسار الحمأة بقى، في بقى هنا ريتيرن اكتيفيتد سلادج، حاجه اسمها الراس الريتيرن اكتيفيتد سلادج، وحاجه اسمها الواس الويست اكتيفيتد سلادج. الريتيرن جزء بيسحب الحمأة من الابتدائي والنهائي ويرجع تاني لاحواض التهويه، ده الراس الريتيرن. طب والواس اللي انا بتخلص منها بتروح لثيكنر، يبقى المحطتين المرحلتين سوري بيخدمهم ثيكنر واحد. تمام. وطبعا تقريبا برضو لا، لما بتيجي بتعمل دراسة تقريبا بتيجي بقى تقرب عشان تشوف الأبعاد بتاع الأحواض بتاعتك، مش هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل. مثلا طبعا ده تقريبي، يعني تقريبا بيبقى 11 12 متر ده مكثف الحمأة، بحيث لما بتيجي تعمل دراسة تعمل تصميم عايز تشوف التصميم بتاعك التطبيق بتاعه عامل ازاي. المحطة سكنر 12 قطر 12، طبعا الدبس مش بيبان في ال 2 دايمنشن، ولكن انت بتبدا لو 3 3 ونص، انت عامل محطه دي محطه 26000 خدمها ثيكنر كذا، او محطه بنظام الكونفنشنال خدمها ترسيب ابتدائي 13000 ترسيب ابتدائي قطر قد ايه؟ هتقوم قايس القطر تمر بالسنتر مثلا قطر 26 مثلا، فهو بيبقى في رينج 26 27 28، احنا بناخد بس حاجة تقريبية من جوجل، فهمني؟ طيب يبقى المرحلة الأولى والثانية، سواء الأولى أو الثانية بنظام الكونفنشنال، ترسيب ابتدائي تهوية ترسيب نهائي، المية التريتد خرجت في خزان التلامس بالكلور، معالجة الحمأة الواس طلعت على الثيكنر، ومن الثيكنر بيخدم عدد من أحواض التجفيف اللي هي الدراينج بيتس، عدد 128. تمام. 128 حوض تجفيف، هنا مالناش دعوة باللي فوق للي تحت. تمام. الحوض تقريبا كام في كام؟ ادي المسافة بتاع الحوض لو جينا من هنا لهنا تقريبا 14 9 يعني 15 متر، في نجيب من هنا تقريبا 9 و80 يعني في 10، يعني الحوض 15 في 10، عدد 128 حوض تجفيف. تمام كده. يبقى ده النظام بتاع المعالجه، آلية الميه. الميه بتيجي بتتوزع من المدخل المصافي وغرفه التوزيع، ماسورتين تطلع كل ماسوره للمرحله الاولى والثانيه، ترسيب ابتدائي تهويه ترسيب نهائي. التريتد ووتر بتجمع من الترسيب اللي هي تروح لحوض التلامس بالكلور يطلع للتريتد بامب. طب والسكند سلادج، الراس بيرجع للتهوية أحواض التهوية، والواس بيطلع على الثيكنر، أدي الثيكنر، ومن ثم الثيكنر بيطلع لي الدراينج بيتس. تمام كده. دي المرحلة الأولى والثانية. طيب أقدر أستفيد منها بمعلومة، أقدر أستفيد منها معلومة لو أنا أتكلم اسم المحطة، محطة معالجة بني سويف الجديدة الأولى والثانية هسميهم محطة. تمام. 26000 نظام المستخدم الكونفنشنال مثلا، هو مش مثلا هو حقيقي الكونفنشنال سيستم، يبقى النظام التقليدي. تمام. طب المساحه بالفدان، لو انا تقريبا يعني هاخدها تقريبا عشان المدخل المصفي هو مشترك. تمام. تقريبا، وخلي بالك برضو المباني الاداريه مشتركه، بس انا مثلا انا عايز حاجه تقريبيه، هنا اقدر اضيف بوليجون ناخد حتة من دي، يعني هي حاجة تقريبية بس مش اكتر. مثلا دي زودت شوية عشان المباني الإدارية المفروض دي تبع المحطة، فتقريبا
انا يهمني المساحه بالفدان دي بتفرق معاك، اما يجي بعد كده تبقى حاجه تقريبيه يعني محطه كذا كم فدان. فاحنا بس بنعمل دراسه في الاول، وبعد ما نخلص عدد كبير من المحطات هحاول اطلع ملخص كده لدراسه هعملها وهعرضها على حضرتكم. لو جينا مثلا بالفدان، سوري معلش، الفدان اهو 10 فدان، يبقى محطة بنظام الكونفنشنال تقريبا 10، مش هنقول 3 من 10، انا هناخدها لأقرب فدان نقول 10.5، تمام؟ يبقى 10.5 فدان، تمام كده، هنكتب 10.5 وهي بالفدان 10.5، تمام كده. طيب دي المرحلتين الاولى والثانيه. طيب المرحله الثالثه والرابعه، المرحله الثالثه والرابعه في محطه معالجه بني سويف الجديده 26000، ادي الماسورتين الثالثه والرابعه بيخشوا على المرحلتين اللي بعد كده بنظام اسمه الاوكسيديشن ديتش. اوكسيديشن ديتش طيب اللي هو ما يسمى ب برك الأكسدة أو أحواض الأكسدة أو قنوات الأكسدة، ماشي؟ عشان في برك الأكسدة اللي هو النظام المعالجة الثنائي لا يمت الاكستندد إيريشن، احنا ده نظام اكستندد إيريشن، وطبعا شارحين على القناة الفرق بين الأنظمة كلها، تمام؟ ممكن في نهاية برضو الدبلومة دي نعمل ملخص للأنظمة، تمام؟ اما نعمل جدول بس فيه عدد المحطات الكبير. طيب يبقى المرحله الثالثه والرابعه، ادي المرحله الثالثه وادي المرحله الرابعه، نظام اكستندد ايريشن اسمه قنوات الاكسده اوكسيديشن ديتش. النظام ده يختلف عن نظام الكونفنشنال. الكونفنشنال فيه احواض ترسيب ابتدائي، احواض تهويه، ترسيب نهائي، تمام؟ يتم التخلص من 40 ل 45% من البي او دي في احواض الترسيب الابتدائي، فاهمني؟ ومن 55 ل 60% من التوتال سسبندد سوليد، فبالتالي الحمقى بتقل معايا، بس بيترسب حمقى كتيره في الابتدائي والنهائي، فاحواض التجفيف بتبقى اكبر على عكس الاوكسيديشن ديتش. الميه بتخش في الاحواض زمن المكوس على عكس حوض تهويه 6 7 8 ساعات مثلا، من 4 ل 8 ساعات في الكونفنشن، لا الاوكسيديشن بيعدي ال 12 13 14 16 ساعة، تمام؟ في الاكسديشن ديتش الماء بتبدأ تلف، بتبدأ تدخل وتلف. الاكسديشن ديتش نظام التهوية تحت، هي الاتنين سطحية بس هنا بتبقى نظام روتورز زي الساقية كده بتلف، بتبدأ توجه المية، بتبدأ توجه المية، تمام كده. فبص هنا النظام بدأت تخش، هنا مفيش ترسيب ابتدائي، بيخش على طول على حوض المعالجة البيولوجية اللي هو حوض التهوية، حوض المعالجة البيولوجية اللي هو حوض التهوية، تمام؟ فالمية بتبدأ تدخل وتبدأ تمشي، ادي اتجاه المية، بص هنا الطرطشة بتاع المية ماشية ازاي، الروترز بتبدأ، ادي المية بتبدأ تخش من هنا، وهي الحوائط البيضاوية أو الشبه الدائرية دي تبدأ الماء تلف من عليها. طبعا الماء بتخش من تحت وتبدأ تلف سواء هنا أو هنا العكس، تمام؟ ده ميرور لده، والماء بتبدأ تزيد في المنسوب لحد ما تطلع من الهضار هنا أو هنا، ركز معايا. يبقى الماء في نهاية مش بتخش من هنا وتطلع على طول، لا الماء في الأكسيديشن ديتش بتلف، تبدأ تلف، ماشي؟ مثلا ادي الشكل الطرطشه، ما بتلف كده اهي، تقعد تلف دوره واتنين لحد ما المنسوب يعلى، وهنا نفس الكلام تيجي من الوير اللي هنا تخرج الميه من هنا او من هنا، تبدأ تخرج، تخرج على ايه؟ كل واحده لها حوض ترسيب مربع الشكل، تمام؟ حوض ترسيب مربع الشكل، تخرج من هنا تدخل على الحوض الترسيب، وحوضين كل حوض ترسيب بيرمي فيه الحوض التلامس للمرحلة الثالثة والرابعة، ليها حوض تلامس اهو للمرحلة الثالثة والرابعة، وليها ثيكنر خاص بيها،
وليها عدد من احواض التجفيف. بس لو تلاحظ هنا احواض التجفيف اللي تحت كانت 15 في 20، لا دي كام؟ دي 15، اللي تحت كانت 10 في 15، لكن دي 15 في 20، تمام؟ ودي مساحة توسعات مستقبلية، تمام كده؟ يبقى دي الشكل بتاع محطة معالجة بني سويف الجديدة. أتمنى أكون أفدتك ولو بقدر بسيط في محطة معالجة بني سويف الجديدة، الأنظمة المستخدمة. أحب برضو أملأ معاك الجدول، الشكل بتاع المحطة، المرحلة الأولى والثانية 26,000 نظام كونفنشنال، المرحلة الثالثة والرابعة 26,000 بنظام الأوكسديشن، أوكسديشن ديتش سيستم. تاخد مساحة قد إيه؟ لو هنقول ناخد محطة كلها ونطرح منها العشرة ونص، لو هنقول مثلا ادي الشكل من هنا، ادي المحطة مثلا، القياسات محطة 20 و8، يعني 21، ف احنا الآلة هي 10.5 و10.5. لو قلنا هي 21 ناقص 10.5 يبقى برضه 10.5، فتقريبا المحطة طبعا في مساحة توسعات هنشيلها، تمام؟ يعني المفروض نشيل المساحتين دول، الاكستندد بتاخد مساحة أقل وده من مميزاتها، يعني 10.5 هنشيل منها، هنسيب الطرق، يعني احنا بناخد بس حاجة تقريبية كده، هنشيل مثلا المساحة دي. المساحة دي فدان و المساحة دي تلاتة ونص فدان، يعني كلها 4.5 فدان، يبقى 10.5 ناقص 4.5 6 فدان، يبقى هنا الاكسديشن 6 فدان، تمام كده؟ يبقى النهاردة خدنا جولة بسيطة في محطة معالجة بني سويف الجديدة. أضعف الإيمان، واحد كان نفسه يعرف بس مكونات المحطة، عرف مكونات المحطة. سكان بني سويف الجديدة عارفين المحطة اللي بيرموا عليها. أتمنى أكون أفدتك ولو بقدر بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.